أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم النهاردة في فيديو جديد معي عن توقعات الأبراج. أنا مريم. توقعات الاثنين الموافق 2 أكتوبر 2/10/2023. توقعات برج العذراء، الحظ معاك، خاصة لو كنت حابب تزيل كل القلق اللي بيعيقك من شهر 2. عندك وتيرتك الحالية بتبقى بتقودك للمبالغة في الأمور، بالرغم من أنك عارف تسيطر في بعض الأحيان. لازم تفكر في أنك تسترخي شوية لما تبقى الفرصة متاحة قدامك. هيبقى في توتر في الهواء، لكن هتتمكن بذكاء أنك تتفادى كل السقطات اللي ممكن تبقى بتتعرض ليها. مخاوفك هتديلك راحة كبيرة في حياتك.